قلت المركبه الاليه بسرعه تجاوزت الحد الاقصى. طيب استاذ المهندس احنا حاضرين معاك. وتسببه في خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد حال قيادته سيارته تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر الشديد جدا، حيث ثبتت في التحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلية وجنونية جدا جاوزت السرعة المقررة قانونيا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جانبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على مادة المخدرة المشار إليه هنا. وقد استجوبت النيابة العامة المتهم وتحقيقا للدفاع قامت بسؤالة الطبيب الشرعي بالتحقيقات وهو الذي جزم وفق ثابت بتقرير فحص العينة بتعاطي المتهم أحمد محمد أبو الفتوح الحشيش المخدر وهو ما أدى إلى وفاة الشخص أو أمين الشرطة حال صدمه بسيارته البنتلي والتي لحقتها العديد من الأضرار في الواجهة ثم الزجاج ثم تناثرت أحد أشلاء المجني عليه داخل السيارة. النيابة العامة تأمر بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح إلى محكمة الجنايات بتهم التعاطي مخدر الحشيش وقتل خطأ. أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما نسب إليه من إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي والإدمان وتسببه في خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد حال قيادته سيارته تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر الشديد جدا، حيث ثبتت في التحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلية وجنونية جدا جاوزت السرعة المقررة قانونيا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جانبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على مادة المخدرة المشار إليها هنا. وقد استجوبت النيابة العامة المتهم وتحقيقا للدفاع قامت بسؤالة الطبيب الشرعي بالتحقيقات وهو الذي جزم وفق ثابت بتقرير فحص العينة بتعاطي المتهم أحمد محمد أبو الفتوح الحشيش المخدر وهو ما أدى إلى وفاة الشخص أو أمين الشرطة حال صدمه بسيارته البنتلي والتي لحقتها العديد من الأضرار في الواجهة ثم الزجاج ثم تناثرت أحد أشلاء المجني عليه داخل السيارة. النيابة العامة تأمر بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح إلى محكمة الجنايات بتهم التعاطي مخدر الحشيش وقتل خطأ. أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما نسب إليه من إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي والإدمان وتسببه في خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد حال قيادته سيارته تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر الشديد جدا. تالي وصلنا لمعاد سؤال نهاية الحلقة، تفتكروا إيه السبب اللي حصل ده كله مع أحمد محمد أبو الفتوح لاعب نادي الزمالك؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك شير، والناس اللي اول مره تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنقدمه اول باول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعاده ما تنسوش الصلاه على النبي.